اركبه على خط الرموش الاصلي بتاعنا. تمام، نفس الكلام الناحية الثانية. هي الرموش ينفع تتركب كذا مرة؟ لو رموش نوعها كويس او بتتركب بالعشرة او 15 مرة عادي. شايفين الشكل بتاع الرمش؟ كمل معايا شكل العين ازاي؟ تسلمي يا روحي. طيب حد حس بقى ان احنا مش مكملين الايلاينر لاخره؟ لا. هما دي كده يقولوا؟ طب لو كنا احنا اوريدي خدنا خط فوق كده، كنا عملنا ايه؟ كنا كنا من مساحه العين، مش حد احنا اولى بيها تبان في الشكل وما يبقاش الميك اب وهي مفتحه في خط اسود بس هو اللي باين من عينيها. هنحطي شادو تحت ولا لا؟ اه هنحط، بس هنحط حاجه خفيفه قوي. انا بشوف كده ما فيهاش شادو تحت خالص عادي، بتحط لون فاتح خالص، وده اللي احنا هنعمله النهارده. بيبقى بيظهروا اكتر ايه؟ الماسكارا السفليه هي اللي بتبقى كتير، بيبقى حلو جدا. خدي اسئله من البنات في اللايف يا مريم. وانا بحط الرموش، وانا بحط المسكرة بلزق الرموش الحقيقية بتاعتنا في الرموش الفيك اللي احنا مركبينها. عايزة نوع مرطب شفايف. مرطبات الشفايف كتير، في مرطبات الشفايف الكوري وفي بتاع فازلين اللي لونه بينك ده حلو برضه. ايه النوع لزق الرموش؟ لانيل. نوع الماسكارا؟ هورا. هكمل شكل الايلاينر، لو في حته مش متكمله بالوينج ببدا انا اكملها باللون الاسود عشان شكل الرمش بتاعي يتظبط على العين. شايفين ازاي؟ تمام. هناخد بقى زي ما قلنا كده، هنعمل لون فاتح خفيف قوي تحت العيون ونحط الماسكارا السفليه وخلاص على كده. عايزه نوع الماسكارا بتاعت الحواجب والباودر. انا مش حاطه ماسكارا الحواجب ومش حاطه باودر للاسف. احنا حاطين عملنا الحواجب بالواكس او عملنا بجل. اسم فرشة الايلاينر؟ عبود، درجتها 160. نوع الفاونديشن ايه؟ هدى البيكر. دي ما تخليه اوفر. نوع الرموش؟ منتشي لاشم عند مسانتا اللاشم. ولما بنيجي نعمل لون واحد دايما بنخليه مموه، يعني ما تخليهوش حاد ابدا، ده هو لون واحد. واللون الواحد ده ما بيتنضفش بحاجه من هنا. درجة جل الحواجب؟ درجة جل الحواجب احنا استخدمنا جل الحواجب من عند بريري ني، درجته واحد. واحدة بتقول ان عليها ضيقة وعايزة طريقة ايلاينر للعيون الصغيرة. احنا رسمين الايلاينر بره العين ده، هقولي لك ازاي دلوقتي. هنحط لها بقى مسكرة سفلية، هنحط لها مسكرة اللي احنا قلنا عليها امبارح بتاعت اللي هي بتخلي ال كتير دي.
اسم فاونديشن يخفي جميع العيوب وبالذات الحبوب. يعني عايزه فاونديشن فول كفر، يعني ممكن اوفيس هيبقى حلو. ايه احسن فاونديشن دراج ستور؟ احسن فاونديشن دراج ستور كاركتر حلو قوي. شايفين بقى الرموش السفليه لما حطيناها بطريقه كثيفه ممكن تحطيها كده تسيبيها تنشف وتحطي كود كمان، يعني تحطي مره كمان عليها هيبقى شكلها اقوى، لكني ما بحبش احساس انها ممكن تكلكع شويه، فاهمين؟ فبستكفى ان انا احط لها كود واحد بس وخلاص على كده، لان هي الماسكارا اصلا بتدي افكت قوي. واحده بتقولك لو هتلبس فستان بيتي هتحط ميك اب لونه ايه؟ حط بنيات بقى، روج نبيتي مثلا هيكون حلو قوي. ايه رايك في كونسيلر لوريال الجديد درجه 327 ولا كامفلاش كريولان احسن؟ لا ده استخدام وده استخدام، لكن الاثنين حلوين. تمام، احنا ممكن نسكت بقى على اللوك كده نخليه مات، ممكن نزود له مثلا نحط لمعه في مجمع العين من تحت من هنا، دي ما جربناهاش ولا جربناها في الفلوس؟ جربناها في السموك، عملناها في السموك، عملناها في السبوت لايت وعملناها في السامبل لما حولناه. نوع المسكرة ايه؟ دي. ايه؟ نوع المسكرة انا بستخدمها؟ بس كده. وهنروح بقى نعمل البشرة، نحط لها بورداج ونشوف الدنيا عامله ايه.